المهدي خالص طويل القامة وادي العرضية يطلعها ويليام جيبور تترد فيها الخطورة فوزير فوزير جول جول محمد فوزير بالمهارة بيسجل بالحلاوة بيسجل ياخد السكند بول يهدى على كورته ما يستعجلش ويحط في الزاوية البعيدة الكور الثابتة على طول بيسجل منها نادي الفتح رباطي هدف أول في هذا اللقاء في الدقيقة 11 عن طريق محمد فوزير كان متسبب في الهدف الأول بصوا هدي على كورته ازاي محدش ضغط عليه محدش يسيبه بالفعل هو فوزير متخصص ضربات الجزاء في العاصمي ميني ماتش ما بينه وما بين وليد عبد الله فوزير وجول جول الهدف الثاني للفتح رباطي العاصمي بيتقدم بهدفين في 28 دقيقة في الدقيقة على طول 29 الهدف الثاني لمين لمحمد فوزير عشان يبقى اثنين لعيبة هداف البطولة ومن نفس الفريق الفتح رباطي لامين دياكيتي ومحمد فوزير والاثنين في الكادر امامنا عمل البينية مهارة عالية جدا في الكنترول للكورة وعمل البينيات من محمد فوزير صاحب الهدف الثاني فوزير وليد عبد الله والثانية في هذا اللقاء فوزير على يمينه المرة دي على يمينه المرة دي الثقة موجودة وثلاث أهداف ثلاث أهداف للفتح الرباطي في الدقيقة 33 محمد فوزير نجم الشوط الأول سواء بالتمريرات سواء بالتسجيل سواء بتسديد ضربات الجزاء بكل حاجة محمد فوزير موجود لكن عمر هوساوي هو أيضا متخصص ضربات الجزاء من قبل نادي النصر ولكن عبد الله مادو يردها وادي الخطأ ادي الخطأ في التمرير فرصة البحراوي البحراوي وجول البحراوي يستغل الخطأ الخطأ في التمرير تكملة للأداء اللي احنا متابعينه من نادي النصر السعودي البحراوي يعني مجهود طيب في الشوط الأول وبيستغل الكرة وبيخلصها في المرمى على شمال وليد عبد الله هدف رابع في اللقاء عن طريق ابراهيم البحراوي بيعتمد عليه الركراكي بصوا حضراتكم الانطلاقه ادي الفرود الصحي ادي الفرود اللي بيتوقع الخطا واحده والثانيه في المرمى